انا مش عارف انتوا جايبيني هنا ليه. ما احنا شفناه خلاص وهما بيموتوه، هنعمل ايه تاني؟ على الاقل نرجع بيه يدفن في بلده ايطاليا. انا حاسس انه لسه ما ماتش. المعلم رشدان ياما اتعجن واتهرس وكان بيرجع تاني سليم واحسن من الاول في الحلقه اللي بعدها. يا حبيبي الكلام ده في ايطاليا، بس احنا هنا اللي بيقع ملوش قومه. طب استنى كده، وقف عند الكشك ده نسال على بيت الولد. وانتوا بقى تبع مجدي الجلاد؟ لا احنا تبع مجدي عبد الغني. اهو انتوا كده ما تعرفوناش غير في المسايب، تهلوا علينا زي الجيران، لكن لما الواحد يعزكوا في مصلحه ما يشوفش وشكوا. بقالهم 12 سنه فاحتين الشارع عشان يحطوا مواسير الغاز، فيه 3 اجيال وقعت في الفحت واتردم عليها وما شفناش حتى محبس المونيا ركب. احنا ان شاء الله هنجيلك بقى مخصوص نصور حلقه عن الصرف الصحي ومشاكله. المهم بقى فين بيت صاحب الكلب؟ يابا خش انت الكشك شوف الزبائن عايزين ايه وانا اوصلهم. طيب ابقوا ردوا الواد بقى والنبي. ها ردوه، مش معاكم مدير انتاج؟ معانا رمسيس نجيب نفسه، ما تقلقش قدامي يا حبيبي. عمو عمو ما تورش لي نفسك كده ب 500 جنيه الحياه مقشفره. 500 جنيه عشان تدلني على بيت صاحب الكلب؟ الله، هو انت فاكر بتوع البرامج دول قاعدين على تل فلوس ولا ايه؟ باشا مصر كلها عارفه ان محدش بيقبض قدكم، خلينا ساكتين يا مولعينها بالغالي. برضو 500 جنيه كتير عشان تدلنا على العنوان؟ لا 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 لا، تفهمتني غلط خالص. ال 500 جنيه دول مش عشان ادلك على العنوان، دول عشان ادلك على انفراد. انفراد هيقلب الدنيا ويخليك نجم الفضائيات كلها يا عمو. انفراد؟ انفراد ايه؟